بطل هذه اللعبة ألا أسمع له تحية. ويقول نغمة ألا طبعا تعد المواهب، لكن ألا اليوم قرر إنه وأصر إنه اليوم يحذركم أو يخليكم تحاولوا تكتشفوا ما هي الأغنية اللي بيحاول يعزفها من مقطوعة بسيطة منها. أوكي جاهزين؟ الأغنية الأولى. مشكلة يا روح روح مشكلة. مشكلة. برافو. دموع. 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 النغمة الثانية. زودها شوي. كمان شوي. يوم ورا يوم. برافو. يوم ورا يوم. سحروا عليا ولا شيء. هذه الأغنية صعبة. رهيب والله رهيب. عصام رهيب والله رهيب. بس معليش دقيقة ستوب. حمائي يوسف قال الله ما كبر غلاك، وقال رهيب والله رهيب. رهيب والله رهيب. اسم الأغنية يوسف. الأغنية اسمها إيه؟ رهيب. من النقطة؟ واحد عصام. واحد دموع. واحد يوسف. عجبني يوسف إنه قال وما قالش حاجة، يعني قال لي والله أنتم رهيبين. الآن لو سمحت خلاص يكفي ميوزك، الله يعطيك العافية. الله خلصت؟ خلاص يا عمي خلاص. على فكرة حمائي الآن متعبنا. ليه؟ الآن كل ما نشيل منه آلة يطلع لنا بآلة يعزف فيها. يعزف آلة. برافو عليك. الآن لو سمحت. حبيبتي أنطونيلا. أنا بقول لكم حاجة عن الآن. الآن يعتبر من برافو. الله. الآن يعتبر من الناس اللي شكرا لك. ألا يسمى الأوركسترا في رجل طبعا يعزف على آلات يعني مستحيل الواحد يتخيلها. وأنا كمان اللي عارفه أنه أنت كمان حمائي في آلات تعزف عليها. إيش الآلات تعزف عليها حمائي؟ يعني مش عازف يعني، بس أكيد بس يعني تعزف تلعب حكم عليها. دراستي يعني كان عندي أصحاب كتير بيلعبوا آلات كتير، فكنت بعدي على أي آلة في إيديهم ألعبها. يعني زي إيش؟ كنت حريص إن أنا أعرف لو مسكت آلة طلع منها صوت. يعني حاب نجرب؟ ممكن أجرب حاجات ما عملتهاش قبل. في عندك آلات الدنيا هنا، إيش حاب تجرب؟ تفضل حماي. استنى أشوف إيه اللي عندك. شوف يا عمي في عندك منيو، طلع منيو. شوف هذه مصيبة هذه. إيش رأيك تطلعنا فاصل بالجيتار؟ هنطلع فاصل، هنطلع فاصل قصير، خليكوا ويانا، خليكوا ويانا، ما تبعدوش. وحنطلع فاصل، هنطلع فاصل قصير.